ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب سنة سعيدة عليكم. النهاردة بقى جاية لكم بالديك الجميل ده، ملك العزومات. اي عزومة كده محترمة لازم نقول ديك رومي. بصوا انا غسلاهم خليه عامل ازاي، مدياله درش متين. يعني الديك ده منقوع، اتنقع يوم في محلول النقع، كنا اتكلمنا على محلول النقع قبل كده، واتغسل كويس قوي واتدعك بالليمون وبقى زي ما انتم شايفينه كده. دلوقتي انا هجيب بولتين او 2 اطباق غوط عشان هعمل تتبيلتين، تتبيله اللي هحقن بيها الديك بالابره دي، وتتبيله تانية للديك من بره. هجيب للتتبيله اللي هحقن بيها احط زيت، الزيت والزبده بيطروا الجلد جدا بتاع الديك عشان اللحم بتاعه، بيكون ناشف شويه. حط على الزيت ملح، ده توم باودر، جنزبيل، بصل باودر، هنعصر ليمون. ما حطش في الحاجة اللي هحقن بيها الديك، التتبيلة اللي هحقن بيها الديك، ما حطش اي حاجة فيها لون. ليه؟ هتغير لي لون اللحم من جوه. ممكن لو عزم حد يكون قرفان مثلا، فكرة ان في دم، في مش متنظف كويس، فبتغير لون اللحم من جوه. انا احط كل البهارات اللي هي لونها فاتح واحقن بيها. هبدا اعبي الابره، اجيب الديك بقى كده واجي عند الصدر واروح حقنه. افضل اكرر الموضوع ده في كل حته في الديك، في الصدر بتاعه اكتر حته بيبقى اللحم بتاعها جامد ومحتاج يطرى، صدر الديك. بصوا الإبرة طارت، أعبي الإبرة تاني وأحقن الحتة بتاعت الدبوس اللي في الورك دي. بصوا كل مرة بقلب بسن الإبرة التتبيلة دي، روح جاية كده من ورا واروح حقناه. بقية التتبيلة اللي في الطبق دي هحط عليها شوية فلفل أسمر وشوية ملح وأقلبهم كويس، وأبدأ بقى أدعك الديك من جوه. بصوا كده تضمني ان كل حته في الديك طعمها حلو. هجيب بقى ايه دلوقتي؟ رحت اجيب هنا، رحت اجيب سكينه كبيره، هنغز بيها الديك من جوه، افتح لحمه من عند الصدر ومن الورك من جوه. طب ليه ما عملتش كده من بره؟ ما احنا ساعات بنعمل في الفراخ كده من بره. لا، عشان شكل الديك يكون محافظ على شكله وجلده كده مشدود عليه ومش متقطع مطرح السكينة ولا اي حاجة. كده انا ضمنت غير الحقن اللي انا حقنت بيه، التتبيلة اللي انا حقنتها وغير اللي انا عملته من جوه ده، ان دلوقتي الخلطة اللي انا حطاها من جوه دي هتدخل في لحمه مع السوا ومع البخار ومع سخونية الفرن، لحمه هيبقى طعمه تحفة. هجيب بقى البولة التانية أبدأ أعمل الخلطة اللي هدعك بيها الديك من بره. عندي قشطة، حط معلقتين كبار، في ناس بتستبدل ممكن تحط زبادي بس أنا بفضل القشطة أكتر. هحط نص قالب زبدة، زي ما قلتلكوا الزبدة بتطري اللحم جدا بتاع الديك، شوية فلفل أسمر، ملح، بابريكا، كزبرة، توم باودر، بصل باودر، شوية كمون. ده بقى حبهان مطحون، حبهان باودر، جنزبيل،
شويه قرفه ناعمه. وعصره ليمون، شويه ليمون كده اعصرهم واقلب بقى كويس قوي. بصوا بقى عامله ازاي الخليط، عامل ازاي. وهجيب الديك بقى واديله بقى ايه شويه. بصوا هعمل ايه، تدليك بقى ومساج وهظبطه خالص. ايوه ندعك كده من عند الصدر ومن عند الورك، ندعك كويس، نغلفه، نبقى كأننا غلفنا الديك كله بالتتبيله اللي انا عاملاها دي. كل حتة فيه، عارفة لما بتمسكي كده عيالك تحميهم تمرشيهم في البانيو بالضبط كده، اعملي كده في الديك. المفروض هنسيب الديك بالتتبيلة دي في التلاجة ليلة كاملة. دي الصينية، طبعا بحط في الصينية دي من تحت مية عشان البخار يقوم معايا مع السخونية ويبدأ يسويه. أول ساعة على نار عالية، بعد كده بوطي النار وبسيبه بقى حسب حجمه، يعني الديك ده قعد أكتر من 6 ساعات في الفرن. بصوا بقى السخونية بتاعة الفرن بتخلي ممكن الديك يفتح، تلاقي رجليه فتحت كده والجلد فتح من بعضه. احنا بقى هنعمل ايه عشان نحافظ على شكله وعلى قد ما نقدر؟ هنربط رجليه. الخيط ده انا بجيبه بعمله للحمة الباردة، بلف بيه عرق اللحمة الباردة. هبدأ اخد حتة كده اربط بيها رجلين الديك. ايوة بصوا الربطة لمنيه، مهما فتح مش هيبوظ قوي يعني. يدخل بقى التلاجة ليلة كاملة ونحطه في الفرن. انا بمسح عشان لو اي حاجة من الخلطة دي جت بتحرق بتعمل زي الحرق كده وتفضل ماسكة في الحاجة. بصوا ده في الفرن بعد اول ساعة على نار عالية، هبدأ اخد اللي نزل منه في المية واروح حطاه عليه من فوق. ده طبعا انا مش قادرة، عايزة اقول لكم انا هنا مش قادرة احط رجلي ايدي من كتر سخونية الفرن. بحط بقى الدهون اللي نزلت في المية دي بحطها عليه كده من فوق، تطريه جدا، ما تطلعهوش ناشف، ما يبقاش ناشف. بصوا ده يطري اللحم قوي. وده شكله بعد ما استوى، ديك محترم بتاع عزومة. ايه بقى مش عايزة اقول لكم، جربوه بالتتبيلة دي هيعجبكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.